خويا الموسم هذا العام تبارك الله كما تشوف اجواء رائعه جدا والتنظيم في المستوى، وتنشكروا هاد الناس هادو تيرحبوا بينا وتيرحبوا قبائل السماعلة كاملة تبارك الله عليهم وتنشكروهم بزاف. لا وقبائل السماعلة خويا ابا عن جد جايين لهاد الموسم ديال التوريد وكما تيقولوا الناس كبار هذا راه جدنا تبارك الله الله يبارك يعني مولوع بالتوريده مولوع بالتوريده وما كتبش نركبوا هاد العام ان شاء الله العام الجاي.